صباح اخويا والله الا الصباح والله حتى الصباح هذا برا خدامين على راسنا ولا ما خدامينش على خدامين على راسنا الله يرحمك بيه ويعيش نهضروا اليوم انا نهضروا اليوم على البز 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 وانا دا حسي وانا يزار القصه من لا من اللي تزوجوا دونك قصه من الوسط تكون ماشي اش ولا جي ولا جي بحرف تزيد تزيد اذا اول حاجه تزوجوا بالعقل تزوجوا بالعقل يبا فاش تزوجوا وما يعطاو النزار طح طح كي دايرين بخير مزيان امركم مزيانه بغيت نعرف علاش حنا اسمح لي واحد الدقيقه راك شفنيش هاد النادى حسون ولا ما عرفت سميتو كاع نادى حسني يزغبن في لي غاسي نادى حسني المصطفى دير بحال شي مو كبير والله مع راسها كبيره الصات تكون تتمشى بهالك يحل راسه في البير تميل بهالك في الصات الدنيا والاخره باش تدس التوازن بداك الراس كبير بغيت نعرف علاش حنا الشاب حكار بغيت نعرف واش هاد البنت انا دوبل مقوت انا عمري اديت شي واحد عمري تعديت على شي واحد أدتنا بهاد الفيديوهات هادي اللي كدير أدتنا بالحضور ديالها في اليوتيوب فوالا راه انت الوجود ديالكم أدينا وسخه يقولوا لي واش ماشي حسومه عليكم حسومه خرجني زار المره الرابعه هو كيتعرض في التعدد الله تبكي مسكينه دابا تحرك فينا زعما حنايا كوم جمهور الاحاسيس سير سير عاوتاني نوريكم دابا وجود تبكيو يعني سير سير بكينا خرج بكري لي تزوج شي عايره تزوج شي عايره وشدو قتلو بلاصه علاش يقولوا لي تزوج شي عايره ما صاتي دالي انا كامل كنعرفش انا نجاوبك على التصاور هذا حيت كانت تمشي الامارات كذا وراك عارف المغرب قاصح عليا خويا انا صراحه وحنايا راه ماشي سوقنا راه ما نعطيوش الراي ديالنا في هذا الشيء اللي بغا يدير شي حاجه يديرها ندخل هنايا انا غنكلق منو غنبقاو مرتاحين لا خليو عليكم الثقه شو الحب الصاد تبارك الله شحال شحال قاصح شحال متبت صافي كذا كذا نطلقوا حنا كاع دور دور وداروا له هاد الحاله في وجهه ندخل عند امك الدار امك العصا اقول لي شنو هاد البنت زيد عند السترواد اللي انسانة ما تبكيش انا ما تبكيش ما تبكيش انا زعما راه راجل احنا ما تنبكيوش انا تناكلوا العصا واني واني موالفي البنت الراجل هذا دور الدم ديروا له هاد الشيء عرفتي علاش ضربوه الصاط 100% حيت الصاط هي كضربو بيبليك كيسحاب ليه بلا راه داك الضرب كيدلع نزار الوغ ما مساكن بغاو غير يدلعوا وضربوه هاد الشيء طرا ها انا دابا عجباتك الصاط هاد عجباتني الصاط اللي نجيب تسيق لي الدار كدا خويا راه داك لي والله خويا ما نعطيها حتى ما عندي شنو ديها الصاط فيها من حنه دابا المرأة تزوج بها تقول باينة كنت تمشي التيرانات الصاط كدا بلاصة تتبع شباب خميسات والله حتى الاخر وشوفوني كيفاش غادي نجي علي كيفاش غاتجي انت ما جيتيش ما جيتيش ما لا اوف لا يو لوك لايك ا فروغ دونت لوك اصلا كي جيتكم جينا بحال الزرانة وزرانة وزرانة ما تقولش لها الزرانة حشومة يلا طلعت باش يلبسوني ان شاء الله يدوز الشوتينغ ديالنا زوين ونستغل الفرصة ركبي خصي فوق ديك العمارية عمري ركبت فوقها ولكن ركبتي فوق حنا جالسين يلا دابا اش المغاربة شنو كيستافدوا في هادشي ما عرفتش اخويا اللي متبع هادشي الله يعطيه الزغف سنان الله يعطيه البواسر هنايا باطو ما يهبطوش الصاط ناري وليكي تمشي بحالك بحالك الشر يلا تقدو مازال شوفوا زماني كي جا زماني ناري 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 صراحة ما غنكذبش عليك هاد السيل هذا ماشي ديالي ولكن هذا ربطتني بحال هكذا ناخذ شويه الشخصيه ديالنا نعطيو لها شويه شويه هاك خويا نزار هاك خويا نزار شخصيه يلاه دابا كملت كيف ما كتشوفوا هاد البيسه الاولى تكفلنا شو نزار وجهه الصاف واه بوكر فيس كنضحك قلت له ضحك قال لي كنضحك ماشي كيضحك كيضحك تضحكوا عليك نزار كتلحنها كاعمال من بعد هذا الفيديو هذا الدراري هذا الشيء خصو يحبس صافي الا ما حبسش هذا الشيء غنديروا شي فيديو عرياني انا وبينوكيو زبط وا سينيزا عطاو قوة الرجلين عطاو قوة الرجلين التوازن التوازن ديالك اخويا بداتي خليتكم الاخر بخير شوفوا الفيديو الجاي اللي مورا هذا يكون داكشي زاهي بزاف بزاف زوخ واش ممكن يستعمل كلمة زاهي على الراسي الا مشي لواحد على الراسي زاهي يا اسطى ضربوا فيها لك سطا شافك بنات تما الصاط مكاين الزوخ البنات شمن واش نادى حاسين كتحسب مع البنات مع من تتحسب الصاط لا اوتخ الصاط هذيك نص سبيسيفي
شنو هذوك الصاد اللي هزينا في الامريكي خارين بالضحك امي لي خريان هزينا هزينا الشيادة هزينا البوطة صغيرة عادي وراه باقيين تجي واحد من كديرها هكا شنو صاد القدر القدر حيت لازم الدور وغادي يمشي بحالي واي والله دايرين عرس في صالة وزاهية زاهية الزوق هذا هو الزوق أبوز دغيا أبوز دغيا الراس ماشي واي فريش كيسيا باش نشرح للفان ديالنا اولا كون كان باغي يبوس بالراس ما يديرش لك هادي بحالك بحال نيسان ماشي حوايج ولكن هو لا هو بان لي داك الفويو في هذاك العكاير كيدير هادو جلفت جلفت اللي جا الصاد تيمسح فيه رجليه واللي جا تيعطيه واي عباد الله واللي زار وشوي راه عطيه زيتو شويه الشخصيه واحد الشخصيه راه غاتسالي لي الشخصيه ديالي وليو تانا يطمع عليا وجمع معايا راه كي ماشي مشكل يلاه سيرك شويه سيرك صاحبي السلام عليكم دير شي الفيديو الصاد هنايا سال العرش اللعيبات يتسطروا هنا قلت له تخدم على راسك درنا الافلام وتسد الافلام القصيره وهي قال لك على ما قالوا عيطت للراجل القديم وما داكشي ماشي سوق حنايا ماشي سوق حنا ما حنا كندخلوا ما كندخلوش انا غونزاليز معنا تا وليد ضروري اشك على هاد الهضره هادي فين هاد البروشه دابا فين مشيتك الله قرب بالصاد اش كيدير دابا اش كيدير الميكرو بالصاد اكيد هاتي الصاد انت اي باس كدا تمشي يا خدرصه تعيش بحال هكاك تنصت ما يمكنش الصاد صدقنا ربطينا في الشجره هيا الشخصية الثانية عطينا عليها شنو دارت؟ أنا خويا ربي الشخصية ديالي وليت أنا الشخصية ديالي راه حشومة عليكم أخوتي ولا حشومة عليكم حشومة عليكم أخوتي نزار أخويا والله إلا بقى فيا حشومة سي نزار أنا أي ثينك غنضحي بالدماغ ديالي وغنعطيه لك خويا نزارك داك خويا الدماغ ديالي لا 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 رجع رجع تاع الشخصية الشخصية أخويا صافي صافي هاك الشخصية هاك هاك وضربتو في الشجرة ملي داروا ليه داك الشيء جات دفعت عليه المناطير ديالو اه ياك ما قلت لك الباب اللي تسميتو سوسان اش كتدير الصاد شحال الوقت هي ساكت اطيح في يدي اكبر نهال امك الله الله دابا داك السكات كامل تتجمع باش تقول هاد الجمله هادي خليهم يحسنوا لك الرجلين طبوا على امك لا انت لا هما الناس كيتزوجوا بالرجال مزوجه والله على الوالدين امك الكلب سالينا دابا سالينا ياك سالينا اه سالو ايوا من بعد واحد لي لايف وكذا واللعيبه العبد رجع لمولاه اش عندنا دابا انا ما صمتش واحد النهار علاش حيت نط راسي شقيقه مهم واقيلا غادي نعتقد الرقابات خويا راه هنا ما نعتقو فيه هنا ما نعطيوش الشخصيه ديالنا والو واش بغينا راه ما يتعتقش هذا راه ستق صافي سليف سليف دابا نوضح لكم واحد القضيه حنا ماشي نعسين في الارض حنا راه كاريين دار بالسداده ديالها بالبلازما ديالها حنا كنبغيو نعسو في الارض علاش لاننا حنا ولاد الشارع كيدير ناس كنحسب الناس اللي عايشين في الشارع شي دار كيكلوا الناس ما فيهاش الفلوس واش عشيرك هذا انا صاحبك راه كاين في دبي 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 اي شنو قلتي عاودي عاودي شنو 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 دبي ايوا دابا حنا لا ما كانتش تجي شوف هي ما كانتش تطلع لدبي لا شنو هاد اللونطير هذا هزيتيني هو انت من الصباح انت قالت كتنتفي فيا بالضحكة 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 ناري انتي تلعاد الصاد بالضحكة 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 انا شفتك زيد دابا زيد ناري سوري حمقى شتي علاش كيضربوه بالزنقة شتي علاش يضربوه وانا شفتك بس لا يديها اوه ربي الحمد اوه نزار اوه والحولي دابا حنا غير كنحاولوا نقولوا للناس داكشي اللي كنعيشوا حنايا لا اكثر ولا اقل هادشي فهاد ما كيبشرش بالخير بلاتي ملاحظة انت باش كيفكركم واه واه ويلي كتعدو من واه كتعدو من داكشي علاش ما عندو لا دماغ لا شخصية ديديكاس لمايا خليفة ديديكاس واحد الممثلة ايوا من بعد التعدويات ديال لالا ندى على السينيزار ماشي السينيزار العبد نزار العبد ضعيف شدو من الاولي هو يدي زعما اون فيكيشن باش يرتاح من ندى كدا باش يعيشو معاه ندى مسافرة مشات لعند الملولي لعند الملولي كدا المهم شوف دابا هو دخل ليه يرتاح شوية ويتكالما
ندي بعدا يترولاكس في الدار تولد من الاولي هذا اي حاجه اي حاجه دخل فيها شنو الصاد وصور شحال كتجمع ألف اجي عندي انت سيري انت الحبيب نتاعي انا ماشي حقير في هذه الدرجه غنستغل زعما نزار مضارب معنا هذا ونعطيك هذا ايه علاش ما تستغلش دابا شنو دابا تدير شنو هاد اللوجيك هذا الدراري واش ناس هادشي تيجيكم عادي زعما الصاد باش نشرح لكم واحد الحاجه راه هذه هي الخدمه الوحيده اللي عنده خلي بنان معيش قد دخل بنان في راس صحابي بينهم غير صحاباتهم بينهم بين صحاباتهم ماشي تاع عيالاتهم كنحسوهم كاملين انت كدير اخي هادشي ايوا الا كانت مدوسه ايوا الصاط من بعد واش يشجعوا من الاولي يدير ليه ودينات ضروري ضروري ايوا ويقيد السينيزار ويصاوب لنا التراك الاسطوري الصاط سمع الديستراك انا باين ميكست باي اكسل ناري ناري ولا مشي الاعوجاج رجلي بين قوسين الصاط رجلي فركين تتمشى هكا الصاط علاش تريب داني زار غني هو ركب ايوا صافي بقينا هنا عذبتني بنت الخميسات وليت عذبتني ودني انا فاش وليت تابعك صحتي مشات الحب ديال 3 سنين كان كيتسحب ليا قلبك حنين ممكن ندير بوز ممكن نهداو هادشي ندوزو للديستراك الجاي الله يحفظك اخو المغاربه المغاربه ديالنا بغاو هادشي خوتي لا والو الله يحفظك وعايش هادشي دري في الفان ديالنا مازال بغاو الرياكشن ديالنا علاش يا رب العالي داوي حالي يمكن واقيلا عندك الحق والله يعني. يمكن واقيلا خصنا ندوز للديستراك الموالي حيد علينا هاد الاخر هذا ندى نزرتي صوني هذا واقيلا واحد من هذوك اللي فهمتي هذه الكاميرا ديال كندا نزار يا نزار بلاستيك سبيتر سبيتي شنو لك سقاي الصاط و اي دون نو واقيلا واقيلا مايل كيما قال لي سويل واقيلا بصح اني دار سبيتي شحال طلبتي وترجيتي بلمشي ولمشي عييتي خوتي اسمع 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 ندير واحد النداء لروابا خوتي روابا حبسوا الراب صافي الصاط نيو جينيريشن هما هادو الصاط نادا هي النقعة الصاط فهمتي داكشي خارج من الخميسات دابا ملي حطاتي هادشي ما تسل من الاولي هادشي ما تيساليش الصح راسي تفركع واي بالله انا عييت الصاط ولكن لا فا هادشي اللي تسال عطيهم مره عطيهم بغيتي البوز هاكل بوز اه البوز يلا تلقى انا ما غاديش ندير عليك تراك هاكي كلاش كيك ستوري فهمتي ستوري غير كلاش كيك تراك كامل هذا اللي قلتي عليه كي دار حيترك لك النهار جيتي عنده للدار ولقاك وسع من الغار تحياتي ان هذا المنكر يا الصاد كلاس ناضي يا الصاد عرفتي داك من الاول يا الصاد شتي الفلو كي داير الصاد راه ما يمكنش هذا الشيء زيد نغزو واش هذا الخرا هذا هذا الشيء المغرب ولينا عايشين فيها يا والله التفاهه يلاه نديرو التفاهه ولكن هذا الشيء اكثر من التفاهه حنا خويا راه فرع على وقت هذا الشيء اه وحنايا 8 دقائق جوج مرات في السيمانه وما راه فيديو كل نهار كل واحد داير فيديو ساعه المغاربه الشعب ديالنا حيف الله شي دوله ادوبتينا اخويا شي دولة الدين عند الله ادوبتينا نولي نديرو فيديوهات بديك اللوبة ديالي قرب لونجلي الصاد هلو جايز توداي وي غانا سي سام تيك توكس يا سلستريا وات ذا فك از ذيس لوك ات ذيس دو لوك ات ذيس دو هيز نوز از سو فاكين بيج كون راجل ما تخليش يهضر على مرتك هكا ملي سمعت هاد الشيء والديستراكات وهي تجاوبهم في هاد الفيديو يا الكيدار قالت حداه وكتفرنس له مخليك يقول على مرتك ديك الهضره شكح شكح اش دير تما بغيت نفهم علاش جالسين حداها الكانكا واي عباد الله هذا زيد عليهم تاع الطايه انا ما نبقاش نسكسي انا ما نبقى نحترم لا والو نتوما على الطايه كاملين بالرجوله انت خويا ديك السنان اللي عندك مترس بيه الكوك باش تزوجتي بيا نهار الاول اه ما عرفتينيش مجوجه ومطلقه ما عرفتينيش عندي بنتي ما عرفتينيش كنت في الامارات ما عرفتينيش كنت كندور كنت خايبه كنت زوينه ما كنتش عارف عليا هادشي سيرا فات مزيانين هادو نايس تو ميت يو متشرفين تبعتيني لمراكش ومن مراكش تبعتيني الخميسات علاش دايرين الكواس الصوت وجالسين واخا خميسات عارفين بلي فيها البرد ولكن قال لهم مضرقين شي حاجه يمكن سترينغ سالي مزير الصوت شكشكح هو الراجل يا راجل شنو الفائده ديالك من الاسف تقرا سير 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 كمل القرايه واش شديتي البار واش انت مزوج بالملولي اه واش مصاحب انت والملولي وانا فراسي كيبقى يعيط لنا كيجملو كيهضر التليفون شنو واش انت مصاحب ولا شنو صويقه هادي الله يتسق السبت بالرب انا عندي واحد الفكره هو انه العيالات الكبار وداك الشيء هما اللي كيديروا هاد العاطي هاد ولكن الدراري اللي هنا اش كيديروا اش ديروا السكوحه صاحبي من غير الصاد لك انا مستعدين للعمليه ديال عمليه الشقه الصقه عمليه تفشلي اه واقيلا الصاد هادشي باش يسالي هو بهاد القصه الرجول قالت انا كنجبدها
سمعوا دابا الملولي دار فيديو تيجاوب الصاط على داك الفيديو اللي دار راه دي فاي دو فيان صا بحال الرواب تيدير دي ستار كل اخر تيجاوبوا داكشي ديال البوز فلو المورفي فوالا اش غنقول لك سر الله ينطمك هي قالت لك في الاول عندي جمهور تيتبعني وكذا داخل تبعوني عائلات بعدياتكم اولاد صافي هادشي اللي بغيتي تسمعي انا كنهضر معاك وعلى امك هاديك انت هاديك كيوريك شنو تقول اخويا راه هادشي بزاف هادشي ديرو شي خير شي بوز نرتاحها واه هادشي مبغاش يسالي الصاط واه المغرب هذا ولينا عايشين فيه كنت قادر نشد شي متريوز الصاط ونبدا ندور عليهم كاملين لا هادو لا لي فان ديالهم اللهم اني صائم اللهم اني صائم ولا تيخسر ليا الهضره هنايا في رمضان ما فهمتش انا انت ويا الله منكم الكذب عرفتي هاد الهضره اللي كتقولي عرفتي هاد الهضره اللي كتقولي نقدر نتابعك عليها قضائيا ونصيفطك للحبس راه حنا اللي نتابعكم قضائيا على هاد الكرينز اللي عطينا في هاد اليوتيوب هادي الله علينا بزاف اخويا خصنا الصاط نديرو شي ورقه ونعطيو لي فان يديروا لها فوتو كوبي ونبداو يسنيوها ويصيفطوها لنا في البال لا 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 والله دي ديماكم هاد الشيء كامل يدخل للحبس لا 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 الصاط لا الحشومه اخويا بزاف هادشي راه خصو ينقاد ساليو خويا الملولي السلام عليكم خويا الملولي كيدير مزيان ممكن تساليو هاد الدراما الله يحفظكم الله يرحم دير لنا شي حاجه د الحديد الله يبارك فيك شوف دير لنا داكشي ديال البوليس كدا بدا تزعود لينا بحال الخراز هنا يا الصاط الملولي داني ضربه شي شوف واليدي لعيبات انا سي الملولي دابا بدا كيدخل ليا الخاطري واحد شويه فوالا الملولي هو اللي بوزيتيف هادشي كامل الخطا الايجابي فوالا بوس لخالتي لطيفه الرجلين ديالها هبط رجليها وليدي هبط رجليها هبط رجليها 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 كيد كيد غير من بعد ما غادي يخرج من عند والديه غتبدا الدراما ديال الدراما الله ديال لي زانترفيو ديال لي لايف المهم داكشي بزاف بلا ما ندخلو في الفيديو بلا ما ندخلو اخويا راه بزاف ولكن المهم نديرو لهم القيطاس وكجدو فيها الهضره وقالت لها طالوني الرجل الثالثه ديالنا انت بغيتي المهم سمحوا لي ديروا لي كيت ديري طالوني جالسه كتقول لنا هذا انت بغيتي نزار على ود الرجل الثالثه ديالو انت ما عارفيني علاش كنهضر هي تقول لي انا هذا والرجل الثالثه عنده عوجه اصلا هذا الهضره كتقال انا عندي عوج ماشي انت اللي كنت كتقولي لي بركه واو هادشي زاد على الحد ديالو ولينا تنجبدو داكشي ديال العلاقه السكسياليزيه ما بين المراه وراجلها شنو ديجا صورنا مع الوالده ديالك وشنو انا زعما مديبريمي فهمتي فين صافي تبلبشي دو بوا هنايا فهمتي حيت بعدات عليه مرتو انت راه خونا تفورماطا الصاط كيتفورماطا عاود السؤال نزار يعلن بانه طلق ندى حسين انت صافي سالم انا طلقت ما ديما ندير شوف انا بغيت شي وحده اللي تكون بنت الناس ما بتقول بغيت نقول ما بتقول بتقول بالشرف انا ملي دخلت على نادو كنتسنى الدم يخرج ما خرجش ولا هادشي ما تيتقالش في يوتيوب وعباد الله واويلي هي عندها بنت من دم صاحبي السيده راه مزوجه المراه ماشي بنت ديتيها خذ انقطع هاد الفيديو هذا وتا حنا واقيلا نقطعو هاد الشيء دابا هنايا حيد عليا اخويا واو 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 بصات لي وصلوا ودابا واقيلا غيكون حبسوا هاد الشيء خويا نمشيو ندير واحد البوز عاوتاني ايوا الصوت من بعد لي لايف وداك التخربيق عطينا نعطيك هي ونيزار هادشي كامل مازال مسالة مازال مسالة وصراحة ما مدخلينش بزاف د اللعيبات في هاد الفيديو واخ خويا السير المونتاجر ما جمعش لنا كلشي راه تكيس علينا شي شوية قلت لك الصاط مشات نادا وهي تخرج بواحد الفيديو اللي سيبريماس ما لقاش السير المونتاج قالت لهم بلي حنا تنستحمرو الشعب المغربي قول منا اصاحبي حنا ما خبرناش ما خبرناش حنا تيقنا هادشي كامل ايوا شافوا الفيديو شي كوميساري المهم انت شوف رياكتات الفيديو تا هي ردت الرياكشن السلام عليكم البنات كي دايرين بخير مزيان عمركم مزيانه المهم خليكم معافاكم مع هذا الفيديو شوفوه ونعاود نكمل معكم الهضره لا المسمات ندى حسي يوتيوبرز مغربيه مشهوره دابا شي واحد هو اللي دار شكايه هذا اللي دار شكايه حريصه وفلان كنستحمروا المغاربه عيب كيف ما كتشوفوا البنات انا جالسه تبكي تنقبل البروجي ديالي
بروزي درت بروزي كدا كتبيع دينا ديال الببوش راه شتي هذا بروجي هذا فيه دينا ديال الببوش الدراما كامله علاش دايرها انا تحسني غير باش دير البروجي ديالها فهمتي تجمع الفلوس بروموتي ولكن المشكل انها نسات باللي داكشي تيبقى تابعك انا اقسم بالله ديك الكلمه ديال السيح مري ما قصت بها شي حاجه وحق لا اله الا الله باينه وانا دا ومناويات واش اللي قال الاستحمار واش مناويش خويا ودني ما مرضاتني خوتي ما دينيش لي زيكوت مازال كتجوستي فيه واحد قرب مازال تتهضر معايا وحيدنا لي زيكوت وما كنسمعوك مازال تتهضر مازال شي ولا بمشي بحالي اضرب وحدك مازال غدوي تفرج ما عمرش تلهبس كدا غير ما نقدرش حتى كنت عند 4 شهور ويلا راس مال الكارير ديالي يلا خدامه على راسي ولا المهم ما نقدرش البنات والله ما نقدر انا ما دازاش مع نزار وما عمري درت مع نزار سمعتوني قول من لولي ما بينو بينو غير الخور الاحساس حنا دائما كنهضروا كنطلعوا ابل فيديو كنهضروا مع بعضياتنا وكلشي هذا استحمار للشعب المغربي كنا دايرينو قسم بالله ديك الكلمه ديما عرفت المعنى ديالها كيفاش داير